بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.